السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن أشعلت الموقف بوجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال استهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر. هذه التفاصيل كانت قد نشرت من قبل القيادة المركزية الأمريكية، وكذلك تفاصيل رسمية قادمة من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع. والسفينة التي نتحدث عنها هي سفينة ستريندا النرويجية التي تمتلكها شركة موينكا كيميكال تانكرز النرويجية طبعا. وهذه السفينة من خلال هذه التفاصيل وهذه المصادر تحدثت أن السفينة كانت قادمة من خليج عدن وعبرت مضيق باب المندب وجاءت قبالة السواحل اليمنية تحديدا المخا. وطبعا جماعة الحوثي كانت تراقب هذه السفينة، وقالوا بأن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل. أطلقوا العديد من النداءات التحذيرية للسفينة، يطالبون منها أو يطالبوها بتغيير وجهتها ولكنها لم تستجب. وهنا جماعة الحوثي اتخذت قرارا باستخدام صاروخ كروز مضاد للسفن، وتمكن هذا الصاروخ وتمكنت جماعة الحوثي فعلا من إصابة هذه السفينة وإشعالها بالتمام والكمال، ولكن لا قتلى لا جرحى، ولم تغرق هذه السفينة. وأطلقت نداءات استغاثة جاءت من خلالها السفينة أو المدمرة الأمريكية USS Mason لتساعد هذه السفينة التي هي طبعا مختصة في نقل النفط وكذلك المواد الكيماوية، وتمكنت من مرافقة هذه السفينة وحمايتها حتى وصولها إلى إحدى الموانئ الآمنة في هذه المنطقة. وهنا الشيء الكبير الذي حققته جماعة الحوثي بأن جماعة الحوثي الآن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها سفينة لا ارتباط لإسرائيل بها وتحمل النفط استهدفتها بشكل مباشر، وكما تقول بأنها تتجه لإسرائيل. وهذا يعني ببساطة بأن جماعة الحوثي هنا أطبقت الحصار بشكل كامل على مستوى الإمدادات النفطية في مضيق باب المندب بكل ما هو متجه من النفط أو المواد الكيماوية باتجاه إسرائيل. وهذه قد تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فإسرائيل تمتلك ثلاث محطات لاستيراد النفط الخام، واحدة منها طبعا وهي ميناء إيلات وكذلك عسقلان، وأيضا في نفس الوقت أيضا حيفا على البحر المتوسط. إيلات طبعا مطلة هي على البحر الأحمر، وهذه السفينة طبعا من المفترض أن تكون متجهة لإحدى هذه الموانئ. وهنالك شركة مهمة للغاية قامت بتحليلات مهمة مرتبطة في إمدادات والإمدادات النفطية إلى إسرائيل، وهي شركة كيبلر للتحليلات التي تحدثت مؤخرا في إحدى التقارير الخاصة بها بأنه منذ منتصف شهر مايو من هذا العام إسرائيل كانت تستورد ما يقارب 220 ألف برميل للنفط الخام يوميا، و 60% من هذا النفط هو قادم من كازاخستان ومن أذربيجان. والآن جماعة الحوثي عندما تقوم بقطع كل النفط والمواد الكيماوية القادمة عبر مضيق باب المندب باتجاه إسرائيل، هذا يعني بأن نسبة كبيرة من هذا النفط طبعا لن يصل إلى إسرائيل، ويعني ببساطة أن أسعار النفط سترتفع، وارتفاع أسعار الوقود هنا يعني بأن الأسعار بأكملها سترتفع في إسرائيل. تضخم عالي، استياء جماهيري من قبل الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين من الحكومة الإسرائيلية. نتحدث عن حكومة نتنياهو بعد كل ما جرى في 7 أكتوبر، ويجب أن لا ننسى أن هنالك تكلفة اقتصادية كبيرة على الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب في قطاع غزة، بالتالي ستشكل هذه العمليات ضغطا كبيرا على إسرائيل. والدول الوحيدة التي ممكن أن تساعد الجانب الإسرائيلي هنا في الإمدادات النفطية هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن للبرازيل أيضا أن تلعب دورا في إرسال هذا النفط باتجاه محطات عسقلان وحيفا على البحر المتوسط. هذه هي الطريقة الوحيدة، ولكن السؤال هنا الكبير الذي يطرح، هل فعلا هذه السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل كما تحدثت جماعة الحوثي؟ التسجيلات بشكل مثير بحسب المارين ترافيك أوضحت بأن هذه السفينة التي نتحدث عنها هي كانت قد انطلقت من ماليزيا باتجاه قناة السويس، يعني ببساطة
هي لم تكن متجهة إلى ميناء إيلات، لا بل إن ماي شيب تراكينج أوضح بأن هذه السفينة كانت قادمة من ماليزيا باتجاه إيطاليا كما تلاحظون، بل إن نيويورك تايمز أوضحت بأن هذه السفينة كانت قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى قناة السويس وبعدها إلى إيطاليا، يعني إن إسرائيل لا تعتبر نقطة للتوقف بالنسبة لهذه السفينة. ونلاحظ من تاريخ السفينة والتسجيلات الخاصة بالسفينة بحسب ماي شيب تراكينج ستلاحظ بأن العلم الإسرائيلي غير ظاهر عندما ذهبت مباشرة إلى جنوب شرق آسيا إلى ماليزيا، جاءت من جورجيا عبر قناة السويس إلى أندونيسيا إلى ماليزيا، وهذا هو التاريخ آخر لطبيعة التواريخ الأخيرة منذ سبتمبر وحتى تاريخ طبعا نوفمبر ونهاية نوفمبر. ستلاحظ بأن هذه السفينة لم تذهب ولم تتوقف باتجاه إسرائيل، والرحلة الخاصة بها لم تكن متجهة إلى إسرائيل كما تحدثت جماعة الحوثي. وتسجيل هذه السفينة التي تحدثنا عنها كما هو واضح من تسجيلاتها الخاصة هي تابعة للنرويج، أي أن إسرائيل لا تمتلك شيئا من هذه السفينة، فالسفينة النرويجية الطاقم هندي بالكامل وهي لم تكن متجهة لإسرائيل. وهذا يفتح الباب أن على مسألة مختلفة تماما، المسألة لم تعد مرتبطة بإسرائيل أبدا، بل أن هذه السفينة الآن بحسب هذه الحسابات وبحسب هذه التسجيلات توضح بأن المسألة بالنسبة للولايات المتحدة الآن أصبحت عالمية، وممكن لمثل هذه الاستهدافات أن تشكل مشكلة في النفط العالمي بأكمله وليس فقط على الجانب الإسرائيلي، وهذا سيخيف الكثير من الشركات النفطية التي ممكن أن تكون تستخدم طبعا مضيق باب المندب بشكل عام، ممكن لحسابات خاطئة أو حسابات مقصودة من قبل جماعة الحوثي أن تقوم باستهداف الناقلات النفطية وناقلات المواد الكيماوية، يعني باختصار إغلاق الإمدادات النفطية التي تصل طبعا نسبتها 6% تقريبا في مضيق باب المندب على الغرب بأكمله، وهذه مشكلة حقيقية للغاية. بالإضافة إلى ذلك إلى أن جماعة الحوثي عندما تقوم باستهداف مثل هذه السفن فهي تستدرج نوعا ما القطع البحرية الحربية الأمريكية لتصبح قريبة من هذه السفن، وهذا يعني بشكل آخر أو من جهة أخرى بأن هذه السفن الأمريكية تصبح بهذا الشكل عندما تقترب من هذه السفن لحمايتها تصبح أيضا هدفا ومن ضمن المدى الخاص بجماعة الحوثي لكي يستهدفها الحوثي بشكل مباشر، وممكن للحوثي أن يطلق رشقات صاروخية خطيرة إن كانت مضادة للسفن بحرية كروز صواريخ باليستية تحاول أن تستهدف من خلالها السفن الأمريكية، بذلك تحقق نصر معنوي كبير ليس فقط أمام المناصرين لجماعة الحوثي وإنما للقضية الفلسطينية بشكل عام، لأن جماعة الحوثي تصعد بشكل كبير مع التصعيد الذي يأتي في داخل قطاع غزة، بالتالي هذه مسألة خطيرة للغاية، وأن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي هنا مع تطور هذه الأمور وتصاعدها فإنها قد تكون مضطرة فعلا للقيام بعملية عسكرية وضربات جوية باتجاه مستودعات الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ البالستية والقدرات الخاصة بجماعة الحوثي بشكل عام، وذلك من أجل تركيع جماعة الحوثي من ناحية القدرات والإمكانيات التي تستخدمها في استهداف هذه السفن، لأن العالم بأكمله سيكون بمشكلة على مستوى الوقود مع تصاعد هذه المسألة. لكن أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد يكون لها رأي حول الضربات إن قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية أو إن قامت بها إسرائيل. التصعيد الحوثي كما تحدثنا يأتي مع تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي في داخل قطاع غزة، وهذه المرة الجانب الإسرائيلي بدأ بالتقدم باتجاه رفح، هذا الأمر أصبح واضحا من خلال طبعا صور من الأقمار الصناعية محدثة أظهرت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتقدم من هذا المعبر وهو معبر كرم سالم أو حتى كرم شالوم كما يطلقون عليه الإسرائيليين، وبأن التقدم بالنسبة للجانب الإسرائيلي جاء باتجاه هذه المنطقة تحديدا بهذا المربع، وقاموا بحفر هذه المنطقة وجعلوها معقلا لدباباتهم في تهيئة لعملية التقدم باتجاه مدينة رفح، هنا مصر طبعا، هنا غزة، وهنا العمق الإسرائيلي. وهذه الصور التي أتحدث عنها هي كانت هنا كما تلاحظون، هذه صورة قبل وهذه صورة بعد، لاحظ هنا التغير الذي ترونه أمامكم في المربع، تلاحظ بأن هنالك حفر وتهيئة وتخندق ومعقل للدبابات الإسرائيلية، وهذه الصورة أكبر
طبعا لطبيعة هذا التقدم الذي بدأ يأتي مباشرة باتجاه رفح هذه المرة، والوور مابر كانت قد نشرت تحديثات حول خارطة قطاع غزة اليوم تحديدا كما تلاحظون، وأكدت المعلومة التي تحدثنا عنها بأن الجانب الإسرائيلي فعلا قد تقدم بهذا الاتجاه، بل إن هنالك تقدما آخرا أيضا باتجاه المنطقة بشكل عام باتجاه خان يونس هنا. وتلاحظ من طبيعة التقدم الذي نراه واضح جدا أن الجانب الإسرائيلي يبحث عن خلق بفر زون أو منطقة عازلة تسيطر من خلالها إسرائيل على هذه المنطقة بأكملها، وبالتالي سيمنعون الفصائل الفلسطينية من التفكير مستقبلا بالقيام بأي هجمات على العمق الإسرائيلي. هذا هو الهدف طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ولكن هذا التقدم أيضا يوضح لك أن الجانب الإسرائيلي يخطط للتقدم إلى أهم المعابر على الإطلاق بالنسبة لقطاع غزة، ألا وهو معبر رفح الذي تدخل منه العديد من المساعدات. وهنا إسرائيل واضح تريد السيطرة وخلق نقاط في هذه المنطقة وعلى هذا المعبر، وبالتالي يفتح لها الباب أيضا للسيطرة على كل هذه الطرق التي ترونها هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي سيسيطرون على كل الطرق المؤدية إلى رفح كما تلاحظون. وهذا ما سيجعل الوضع صعب وصعب للغاية في هذه الحرب التي نتحدث عنها. أيضا على مستوى داخل خان يونس كان هنالك تحديثا من الوور مابر أوضح بأن عملية التقدم التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية في عمق خان يونس من قبل الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل قد تغيرت الآن، هنا قبل هنا بعد. لاحظ التقدم الإسرائيلي أصبح خطير، ولاحظ عندما نقترب هنا من الصورة واضح جدا أن الجانب الإسرائيلي قد طوق بني سهيلة بالكامل وتغلغل بشكل أكبر في عمق خان يونس، ولاحظ النقاط التي دخل إليها هنا والطرق الرئيسية التي يسيطر عليها. أصبح الوضع صعب للغاية بالنسبة للفصائل الفلسطينية. المقاومة والقتال من الفصائل الفلسطينية مستمر حتى هذه اللحظة، الفصائل لا زالت تقاتل، ولكن الجانب الإسرائيلي حتى صباح هذا اليوم بدأ أيضا بالدخول طبعا إلى بني سهيلة، وبدأوا ودخلوا باشتباكات كبيرة مع الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة. واضح جدا أن إسرائيل الآن تبحث عن تطويق المناطق، وممكن جدا لخان يونس أيضا أن تتعرض إلى عملية تطويق بهذا الشكل قبل الدخول إليها، لأنهم يبحثون عن القادة، عن قادة حركة حماس، كتائب القسام، حركة الجهاد الإسلامي، يحاولون من إغلاق الطرق عليهم لكي لا يذهبوا ولا ينسحبوا مباشرة إلى رفح، التي أيضا بدأت إسرائيل كما ظهر لنا قبل قليل بأنها بدأت تتقدم أيضا باتجاه رفح. ولكن الأمور ليست وردية وسهلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي رغم كل التقدم الذي نتحدث عنه. فالجانب الإسرائيلي عندما تقدم بهذا الشكل وقطع طريق صلاح الدين بمسافة ما يقارب 4.5 كيلومتر، وبدلا من التقدم وقطع الطريق بأكمله بين دير البلح وبين خان يونس، تقدموا إلى العمق بهذا الشكل في خان يونس على مسافة 6 كيلومتر تقريبا. هنا إسرائيل بدأت تتعرض لمشكلة كبيرة، لأن الفصائل الفلسطينية هنا بدأت تستدرج القوات الإسرائيلية وبدأت تستهدفها بشكل كبير بالهاونات بالار بي جي 7 وغيرها من القدرات التي تمتلكها، وبدأت توقع خسائرا، بدأت تضرب الجيش الإسرائيلي بشكل خطير على مستوى المدرعات وغيرها. وكذلك أن إسرائيل دخلت في العمق ولم تبقى لديها الكثير أو خط إمداد لوجستي حقيقي لاستمرار العمليات في العمق في خان يونس، وهذا ما استدعى الجيش الإسرائيلي في 48 ساعة الماضية أن يقوم بسرعة بعملية إنزال بالنسبة للمعدات الخاصة بهم. قاموا بعملية إلقاء للمعدات العسكرية والذخيرة والتجهيزات العسكرية للجيش الإسرائيلي وهو متوغل في عمق خان يونس بسبب أن الظروف صعبة والفصائل الفلسطينية تستنزف القوات الإسرائيلية والذخيرة قد تكون فيها مشكلة، وبالتالي هنا بدأوا بعملية إنزالات بهذا الشكل. وكانت هنالك لقطات حتى مصورة بالنسبة للجيش الإسرائيلي بهذا الشكل. وزارة الدفاع الإسرائيلية هي التي طبعا أظهرت اللقطات في عملية إلقاء المعدات العسكرية والتجهيزات في عمق خان يونس كما تلاحظون لمساعدة الجنود الإسرائيليين، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بمثل هذه العملية منذ عام 2006. لاحظ كيف هي الظروف صعبة للغاية بالنسبة أيضا للجانب الإسرائيلي وليس فقط للفصائل الفلسطينية، بل إن أوسن ديفندر
أوضحت بأن الخسائر للجنود الإسرائيليين منذ اليوم الأول لدخول إسرائيل في قطاع غزة وصل القتلى في عدد الجنود الإسرائيليين إلى 105 جنديا إسرائيليا، بالإضافة إلى أن منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا وصلت إلى 434 جنديا إسرائيليا. وكذلك طبعا في نفس الوقت أن الأوسن ديفندر قد أشارت إلى مسألة مهمة بأن هذا العدد 434 جنديا قتيلا منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا يجعل هذه الحرب في تاريخ إسرائيل هي الحرب الأكثر دموية أو خامس أكثر حرب دموية في تاريخ إسرائيل بأكملها، وهي اقتربت من تعدي حرب 6 أيام نكسة حزيران في عام 1967. اقترب طبعا عدد القتلى للجنود الإسرائيليين أن يتعدى هذا اليوم، وبالتالي تتحول إلى الحرب الدموية أو الحرب الرابعة دمويا على مستوى تاريخ إسرائيل. وبالتالي هذه الحرب أيضا فيها خسائر إسرائيلية كبيرة، عدد جرحى يدعو تحرنوت تحدثت عن 5000 أيضا جريحا بإصابات خطيرة، قطع لي طبعا أو بتر لأطرافهم وغيرها، تقريبا 2000 معاق من الجنود الإسرائيليين في هذه المعركة. بالتالي الحرب كبيرة وكبيرة للغاية، ويبدو بأنها بدأت تتوسع إقليميا وتحديدا من قبل جماعة الحوثي في اليمن.